نجوم الأرض أصحابي وهم للخير أبواب وهم للعلم عنوان وهم للنور أرباب فسير في سبيلهم التنال عز أحبابي فإني راضي عنهم فأحبوني وأصحابي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد سادات الأولين والآخرين الحبيب المصطفى النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله معايا في برنامجكم برنامج النجوم، البرنامج اللي بيتكلم عن أشرف وأطهر من أوجدهم الله سبحانه وتعالى على ظهر هذه الأرض ذكرا وسيرة بنذكرهم، والقصد من هذا البرنامج إن الله سبحانه وتعالى يعلق قلوبنا بهم فندخل وإياكم تحت إطار قول النبي المصطفى والمرء يحشر مع من أحب. الشخصية الجليلة الجميلة العظيمة اللي نتكلم عنها اليوم شخصية حقيقة يعني أشعر أنه عندنا تقصير كبير تجاهها وتجاه معرفة أخبارها. اليوم حنتكلم عن شخصية لها صلة بالنبي المصطفى، المفاجأة أنه البعض وأخشى أن يكون الكثير لا يعرفون مدى صلة هذه الشخصية بالنبي المصطفى. اليوم حيتكلم عن سيدنا هند بن أبي هالة، يا ترى هل إحنا عارفين مدى القرابة التي بين النبي المصطفى وبين سيدنا هند بن أبي هالة؟ حنروح ونشوف وحنرجع ونواصل. على ما أظن هو حامل مفتاح الكعبة، على ما أظن صحابة أكيد من الناس دي، صحابة كده، صحاب جليل حاجة زي كده، إنما مش عارف بصراحة. ولد عم النبي. حياكم الله. اليوم حنتكلم عن سيدنا هند بن أبي هالة، وقلنا إنه هذا الصحابي العظيم له صلة جميلة كبيرة قوية بالنبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذكرنا إنه المفاجأة إنه البعض لربما أول مرة يسمع أصلاً إنه في صحابي اسمه هند بن أبي هالة. هذه مفاجأة. المفاجأة الثانية اللي لربما أنا شعرت بها يعني بألم في داخلي، إنه والواحد بيجهز مادة سيدنا هند بن أبي هالة عشان نستطيع أن يعني أن نتشرف بخدمة هذه السيرة المباركة، حقيقة يعني لم تذكر كتب التاريخ إلا الشيء اليسير من سيرة سيدنا هند بن أبي هالة، مع أنه كان يعني من أوائل من أسلم وعاش، تعرفوا كم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ربما المعلومة اللي تكون بالنسبة للبعض جديدة، 40 سنة تقريبا في بيت النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تعرفون من أم سيدنا هند بن أبي هالة؟ أم سيدنا هند بن أبي هالة هي سيدتنا خديجة الكبرى، هي سيدتنا خديجة بنت خويلد زوجة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك الصلة التي بينه وبين رسول الله أنه هو ربيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما تسمعوا كلمة ربيب، عادة في اللغة تطلق الربيب إما على زوج الأم أو على ابن الزوجة، وهو ما يطلق معنا في هذه الحالة ابن الزوجة، فهو ابن سيدتنا خديجة بنت خويلد. هذا الصحابي الجليل حقيقة أشعر إن والله إنه يعني وأنا أحضر أقول جزى الله عنا سيدنا الحسن ابن علي بن أبي طالب خير الجزاء، لأنه يعني ما من كتاب من كتب الشبائل يكاد إلا ويصدر باسم هند بن أبي هالة. لما؟ لأن سيدنا الحسن حرك سيدنا هند لكي يأتي بأوصاف النبي المصطفى، فإذا ذكرت الشمائل مباشرة ذكر هند بن أبي هالة، لأنه كان رجل بليغ وكان رجل فصيح وكان رجل وصاف. ولذلك أحسن سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب اختيار من يصف له ولسيدنا الحسين وللأمة كلها وللأمة كلها من بعدهم
حتى نتعرف أكثر وأكثر على أوصاف النبي المصطفى. فإحنا في هذه الحلقة شيء من يعني العرفان إلى هذا الصحابي العظيم، شيء من محاولة تعريف الأمة والشباب والأجيال بهذه الشخصية الفاضلة اللي يعني حقيقة هو في حيث مقام الأبوة والبنوة، فكأن النبي المصطفى والده هو كان يقول عن نفسه: من خير مني أبا وأما وأخا وأختا؟ مين خير مني أب وأم؟ من الذي يعني في درجة والده وفي رتبة والده؟ النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عاش وتربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أمه سيدتنا خديجة، ومع ذلك لربما ما عرفنا الشيء الكثير عن سيدنا هند بن أبي هالة، على أنه شهد بدر وشهد أحد وشهد المشاهد مع النبي المصطفى، ومع ذلك يعني لا يوجد من الأخبار إلا النزر اليسير عن سيدنا هند بن أبي هالة. لكن ولله الحمد والمنة أنه حديث الشمائل حفظ لنا يعني ذكر سيدنا هند بن أبي هالة. هذا هند والده كذلك اسمه هند ابن زرارة ابن النباش الأسيدي التميمي من بني تميم، فوالده اسمه هند وهو اسمه هند، وسيدنا هند جاب ولد وسماه هند، فابنه ابن سيدنا هند صاحب الحلقة معانا ابنه هند ابنه هند ابنه هند ابن زرارة ابن النباش. طبعا اختلف في أسماء والده، لكن أصحها أن اسمه هند. كان زوج لسيدتنا خديجة، وقبل ذلك سيدتنا خديجة تزوجت زوج على اختلاف في الروايات، عتيق بن عائد كان زوج لسيدتنا خديجة وأنجبت منه هند لكنها بنت، فأنجبت بنت من عتيق بن عائد ولكن كانت بنت ولم يكن ولد، وكان اسمها هند. لعل سبحان الله سيدتنا خديجة لها تعلق وحب لهذا الاسم، لأنه حتى لما جاءها ولد من أبي هالة كذلك سمته هند، وهند عنده أخ اسمه هالة، لذلك اسم والده أبو هالة، فعنده هالة وعنده هند، ولهالة قصة عجيبة مع النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا كذلك حتى كتب السير يعني بعضها تذكر أنه سيدنا هند أدرك النبي المصطفى وأسلم، وأنه هالة لم يدرك النبي المصطفى ومات قبل ذلك، وبعض الكتب تذكر أنه لا، أنه هالة عاش وأنه كان له دور في تكسير الأصنام، وبعضهم يذكر أنه سواء يعني كان هو خرج مع معاذ بن جبل إلى اليمن، وكذلك يذكرون قصة عن هالة أنه بعد وفاة سيدنا خديجة وبعد مضي فترة من الزمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت رجل يستأذن في الدخول عليه، فعرف أنه صوت هالة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا يا جماعة لما نقول يعني ونعيش حلاوة أن يعني ما جاء في النبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعيش الواحد حقيقة عندما نعيش يعني معنى إنما أنا رحمة مهداة ونعمة مسداة، نعيشها حقيقة، فما والله لا يوجد في الخلق أرحم من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما أن سمع صوت هالة إلا وكا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هالة هالة هالة، أيذن له بالدخول عليه، فدخل عليه فضمه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هذا مشاعر تذكر فيه رائحة سيدتنا خديجة، هو ابن من؟ من كانت أمه؟ سيدتنا خديجة يا جماعة إذا ذكرناها يعجز اللسان عن يصف أن يصف تلك المرأة العظيمة اللي في يوم من الأيام كانت تقول سيدتنا عائشة: لقد أبدلك الله خيرا منها، يعني ملاطفة من سيدتنا عائشة مع النبي وممازحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه وتغير لونه وقال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. ليش يا ترى؟ تعرفوا ليش؟ لأنه هو بنفسه كان يقول: لقد صدقتني حين كذبني الناس، ولقد واستني حين بعد عني الناس. هي اللي صدقتني حين كذبني الناس، هي اللي واستني حتى بمالها حينما خذلني الناس. كل الناس يعني في لحظة لم يكن أحد حول النبي إلا سيدتنا خديجة، فوالله ما أبدلني الله خيرا منها. سيدتنا عائشة تقول: ما غرت من أحد من النساء كما غرت من خديجة لكثرة ذكر رسول الله لها.
من كثرة ما يذكرها النبي المصطفى. النبي يذكرها، يذكر أولادها، يذكر حتى صاحبات خديجة، كان يعني يرسل بعض الطعام وبعض الأشياء فيقولون يعني ارسلوها لفلانة، فإنها كانت صاحبة خديجة. بمجرد كونها إن كانت صاحبة سيدتنا خديجة، النبي يحتفظ بمعنى البر والوفاء يعني أولئك النساء. فلذلك كانت تقول هذه المقولة: سيدتنا خديجة هي التي أرسل الله لها جبريل، فأتى النبي المصطفى وقال جبريل: إن السلام يقرئك السلام، إن السلام يقرئك السلام ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أعطوني امرأة أرسل لها جبريل كما أرسل لسيدتنا خديجة، أعطوني بشارة أعطيت لمرأة كما أعطيت لسيدتنا خديجة. وأعلن الإعلان الكبير النبي المصطفى البشير النذير وقال: السيدات نساء الجنة أربعة، وذكر على رأسهم سيدتنا خديجة بنت خويلد. وسيدة نساء الجنة قال: هي خديجة بنت خويلد، والفضائل لا تعد ولا تحصى في أم أولاد وبنات النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهي أم الطيب عبد الله، وأم الطاهر، وأم القاسم، وأم فاطمة، وأم رقية، وأم زينب، وأم كلثوم.